يقول: إذا أراد الإنسان أن يسافر من بلد إلى آخر فهل يشرع له الاستخارة؟ إذا أراد الإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد آخر فهل تشرع له صلاة الاستخارة؟ إذا كان أنه أمر مهم ومتردد فيه هل يفعلها أو لا يفعله تشرع. كان السفر هذا أمر مهم وهو متردد فيه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل: وإذا وصلت إلى ذاك البلد فهل يشرع لي أن أصلي صلاة شكر أو أسجد سجود شكر؟ ما ورد هذا، لكن تحمد الله تشكره ولا يحدث صلاة بدون دليل. نعم. أو سجود بدون دليل. نعم.